السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم نكمل حل أسئلة المراجعة بكتاب العربي. وصلنا عند السؤال رقم 7، أضع الحركة المناسبة بحسب المطلوب ثم أقرأ. رح نقرأ الجمل ونحط عليهم حركات وبعدين نقرأهم، لأنه من غير حركات إحنا ما رح نعرف نقرأ الجمل. عارف تقرأ الكلمات من غير حركات؟ ما رح يزبط معنا. الإي عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ ما بنعرف. الإير عليها سكون ولا إي ولا فتحة؟ ما رح نعرف نقرأهم. رح نتبع التعليمات الموجودة عنا ونحط حركات على الجمل بعدين نقرأهم. ألف بيحكي لنا أضع الفتحة فوق الحرف الملون باللون الأزرق. بدنا ندور على الحروف اللي لونها أزرق كلها ونحط عليها فتحة. بدنا ندور على الحرف اللي لونه أزرق ونحط عليه فتحة. إي أزرق هي فتحة، ف أزرق هي فتحة، ع ل ما كلها لونها أزرق حطينا عليها فتحة. انزل على الجملة الثانية، برضو الحرف الأول ع لونه أزرق حطينا عليه فتحة، والما حطينا عليها فتحة، والع فتحة، وف فتحة، والما عفوا فتحة، والرا والسا فتحة. إذا حطينا على كل الحروف اللي لونها أزرق فتحات. تعالوا برضو هيك ما رح نعرف نقرأ الجمل لأنه عندنا بس حركة الفتحة. تعالوا نشوف الثاني، أضع الضمة فوق الحرف الملون باللون الأخضر. روح على اللون الأخضر حط عليه ضمة، كل الحروف لونها أخضر حط عليها ضمة. عندنا هون عو وتحتيها مو، بس عندنا حرفين أخضر ما عندنا غيرهم، عندنا عو ومو. شايفين أنتوا حروف غيرها ما عندنا. طيب تعالوا نروح لجيم، أضع السكون فوق الحرف الملون باللون الأصفر. وين اللون الأصفر؟ تعالوا نشوف، هاي الإر لون أصفر بدنا نحط عليه سكون، والإر الثاني كمان لون أصفر بدنا نحط عليها سكون، والإد عندنا هون لون أصفر بدنا نحط عليها سكون. خلصنا الفتحة وخلصنا الضمة وخلصنا السكون. تعالوا نشوف دال، أضع تنوين الضم فوق الحرف الملون باللون البرتقالي. طبعا إحنا حكينا تنوين الضم ما بيجي إلا على آخر حرف بالكلمة. تعال ندور على اللون البرتقالي، هيو هذا لون البرتقالي الأورانج حطينا عليه ضمتين لأنه تنوين ضم. طيب أضع الكسرة تحت الحرف الملون باللون الأحمر. بدنا نحط كسرة تحت الحرف اللي لونه أحمر. تعالوا نشوف، مي لونه أحمر، عندنا هون كمان أورانج أول حطينا عليه ضمتين، عندنا بي كسرة، دي كسرة، والبي الثانية كسرة، والدي كسرة. ضل عنا إشي؟ ما ضل عنا إشي. هلأ إحنا بنستطيع نقرأ الجملة بطريقة صحيحة لأنه حطينا عليها حركاتها. يرفع سامير، طبعا ما حطينا على الاسم إشي لأنه حرف مد، علم بلادنا. مرة أخرى، يرفع سامير علم بلادنا. الجملة الأخرى، علم بلادنا مرفوع على مدرستنا. لاحظ الحروف اللي ما حطينا عليها حركات هي متصلة بحرف المد، آ مقصورة، آ ممدودة، النا هون آ متصلة بحرف المد الآ، إذا ما بنحط عليها حركات لأنها مقطع طويل. إذا الجملتين طلعوا يرفع سامر علم بلادنا، علم بلادنا مرفوع على مدرستنا. خلصناها. الآن بدنا نوصل عند السؤال رقم 8، عنا سالم، اقرأ معي، أكمل شفويا على نمط المثال. عنا سالم ولد اسمه سالم، بيحكي عن حاله سالم مزارع بحب يزرع. طب تعالوا نشوف، مراد، مراد ايش؟ مراد ايش ممكن تلعب تكتبوها؟ مراد طبيب، مراد طبيب. طب لاعب، أعطوني اسم ولد نحكي عنه لاعب. عمر لاعب، أو بإمكانك تكتب اسمك عمر لاعب، بس البنات ما بصير يكتبوا اسمهم لأنه هاي لاعب. إذا بدنا نكتب للبنات لازم نحط إت، فأكتبي اسم أخوك أو اسمك، أو إذا بدك أكتب اسم عمر. هيك حلينا أسئلة المراجعة صفحة 91.